بهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور نوح خليفة، الباحث في علم الاجتماع وعلوم الاتصال والإعلام. أهلا بك دكتور نوح معنا في نشرة الثالثة، والتي سوف نسلط فيها الضوء على العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والتي تشكل بحد ذاتها صورا من التضامن والتعاون التاريخي والمعاصر بين البلدين. هل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك دكتور نوح؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. نهنئ قيادة المملكة المغربية والحكومة والشعب بهذه المناسبة العزيزة والخالدة، ذكرى المسيرة الوطنية المظفرة التي انطلقت نحو الأراضي الصحراوية المغربية لاسترجاعها، وتعتبر حدث تاريخي مهم في تاريخ المغرب، وتشكل أهمية كبيرة لمملكة البحرين قيادة وشعبا، وتشكل ويعني تحت الموقع مهم عند سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي ينظر إلى المملكة المغربية وإلى ترابها الوطني بقلب غيور ومحب للمملكة المغربية قيادة وشعبا. أيضا أريد أن أتطرق إلى قوة العلاقات وما يعني خلفيات هذه قوة العلاقات، اللي يعني قوة العلاقات ترتبط بين البحرين والمملكة المغربية يعني بأرض تاريخي غزير أوفى لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وأيضا حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بن الحسن الثاني، والتضامن عنده امتداد تاريخي من منتصف السبعينات ونشط في الثمانينات، وأيضا في التسعينات استمر الدور واستمر حضور سيدي حضرة صاحب الجلالة منذ أن كان وليا للعهد. كذلك قوة العلاقات ترتبط ارتباط كبير بتنامي القوى العصرية اللي فاعلة اليوم ومؤثرة بشكل كبير وقوي في النظام العالمي، وأيضا معززة للترابط والتعاون العربي اللي تشهد المملكتين منذ تبوأ العاهلين سدة الحكم في بلديهم، والتطوير وتنامي الحضور الديمقراطي والحضور الشعبي والمواطنة الفاعلة للقوى الوطنية، لنشير لها بالكثير من المحبة والشكر والتقدير للقائدين. وما أريد أن أقول أن ما تشهد هذه العلاقات بين الملكين والشعبين ساهم في ترسيخ ثقل المنطقة العربية، لأن يعني ما تشهد قوة العلاقات بين البحرين والمملكة المغربية عندها انعكاسات على أيضا يعني انعكاسات على المنطقة الخليج والمنطقة العربية، لما يعني هو موجود في التاريخ من رعاية لهذه المنطقة منذ عهد الحسن الثاني وبحضور سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى منذ أن كان وليا للعهد. اليوم الشعب تفضل دكتور تفضل. اليوم الشعبين والقيادتين يعني يعيشان أعلى مراتب الوحدة والمصير المشترك. هناك حضور كبير لأشقائنا بالمملكة المغربية والعوائل المغربية والعاملين في مختلف القطاعات المهمة بمملكة البحرين. تتعمق في وجدان الشعبين والقيادتين اليوم الروح العربية المتقدمة نحو السلام، نحو التنمية، نحو الازدهار وبناء العلاقات الإيجابية مع العالم، وتعزيز يعني هوية المنطقة، وأيضا يعني تعزيز المصالح المشتركة الحيوية بين البلدين. يعني أريد أن أشير وأكد على يعني أعلى مراتب التكامل والوحدة تحقق في العهد الحديث، يعني لما بذلت من جهود من العاهلين رعت وصانت العلاقات التاريخية والمعاصرة. اليوم المملكة المغربية جزء قوي لا يتجزأ من النسيج العربي والخليجي، اللي تعتبر المملكة البحرين مساهم حيوي وكبير في ما تحقق على يعني مستوى مرموق من العلاقات بين منطقة الخليج. تأكيدا المملكة المغربية. طبعا الدكتور نوح خليفة، الباحث في علم الاجتماع وعلوم الاتصال والإعلام، شكرا جزيلا لك.